من كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين للشيخ الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري، نفعنا الله بعلومه في الدارين امين، وبارك الله في جهده ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه في الدارين. كنا تكلمنا على مفهوم الوطن عند الفرق اللي طلعت الجديده دي، اتكلمنا على عده نقاط هنكمل النهارده. يعني قلنا ان هو عندهم مثلا ان الوطن حفنه من التراب لا قيمه لها، دي اول حاجه ركزنا عليها. ثانيا، حب الوطن انفعال بشري سخيف لابد من المقاومه والبراء منه، مثل ميل الانسان للمعاصي، فدي برضو شبهه وعلقنا عليها. اليوم ثالث حاجه في الشبهات اللي هم اثروها تجاه فكره الوطن، رفض فكرة الوطن لأنها في نظرهم مقابل الخلافة أو الأمة. التعليق الرد يعني يقول لما أن كان الانتماء مكونا راسخا من مكونات الفعل البشري، وهو من أهم مكونات الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فقد أكده الشرع الشريف وانطلق منه وعول عليه ولم يقمعه أو يتجاهله، ولكن عدله ونسقه وحدد للمكلف معالم راقية للانتماء، ويبدي ذلك الدافع القهري المنبعث من داخله وتحفظه من مزالقه التي من الممكن أن يؤدي إليها. ثم إن الشرع الشريف لم يرى بأسا بوجود انتماءات جزئية في إطار ذلك الانتماء الكلي تدعمه وترسخه وتنبع منه وتفضي إليه، ولا تخرج عن نسقه الكلي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ويشتاق إليها، مع أن المدينة مقر ومثواه، وكان يحب الأنصار. كده الرسول صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني النبي كان يحب حاجات كتيرة. وعمرنا ما دخلنا سألنا النبي طب حبك للأنصار أكتر ولا حب مكة أكتر؟ طب حبك لخديجة أكتر ولا حبك للقرآن أكتر؟ لأن مفيش تناقضات، كل له مرتبة. فلا تطغى مرتبة على مرتبة، هذه كل الحكاية. عارف لما يبقى عندك أرفف، كل رف فيه حاجة، كل رف مستقل بذاته. فهمت بقى ازاي؟ مش لخبطة هي. فالانتماء دوائر بعضها أوسع من بعض، والأكبر منها لا ينفي الأصغر. يعني أنا مثلا إيه؟ بحب أسرتي، وفي نفس الوقت بحب أسرة أبويا وأسرة أمي، وبعدين بحب بعد كده العمارة اللي أنا ساكن فيها، والشارع اللي أنا ساكن فيه، والمسجد اللي أنا بصلي فيه، والناس اللي أنا بعرفهم، وأصدقائي في العمل. كل دائرة تتسع، كل شوية تتسع، لحد ما بحب مثلا كل اللي بيتكلم لغة عربية وعايش في بلدي في وطني، وبعدين بحب كل المسلمين، وبعدين بحب كل البشر، وبحب خلق الله جميعا. كل دائرة بتتسع، وهذه الدوائر على فكرة متداخلة وليست إيه متضاربة. كأن بالظبط مركز واحد، الحب ده مركز واحد، تبقى في دوائر، دايرة قريبة للمركز ودايرة أبعد شوية ودايرة تتسع، لكنها كلها متداخلة. فهمت ازاي؟ بل كلها أجزاء من بعضها البعض، مش دوائر منفصلة يعني. فهمت؟ انتماء الإنسان لوطني لا يلغي ولا ينفي انتماءه إلى أمته العربية وعالمه الإسلامي، لأنها دوائر متداخلة وليست إيه؟ وليست متباعدة، وليست متضاربة، وليست متقاطعة. والانتماء إما أن يزول فيدفع صاحبه إلى التنكر والتبرك من أوطانه وقومه وأهله، مما لا يكمل به الانسلاخ منه، وإما أن يزيد بصاحبه فيصل به إلى العصبية. وإنما حرصت على تبيين هذا المعنى تصحيحا لخطأ شائع عند بعض المعاصرين ممن ظنوا أن قيامهم بالدين يقتضي منهم البراءة من حب الأوطان. وقد تبين مما سبق من كلام أئمة الهدى أن حب الوطن دائرة من دوائر الانتماء نطقت بها الفطرة وسقاها الشرع الشريف ورعاها وأقام موازين القسط بينها وبين بقية دوائر انتماء الإنسان، بحيث لا يغور بعضها على بعض، بحيث تتراكم وتتسق بما يحقق كمال إنسانية الإنسان. لأن دوائر الحب المتداخلة دي كلها على فكرة بتكمل إنسانيتك وتبقى إنسان محترم. إنما لما تيجي دائرة واحدة تقف دائرة حبك لأسرتك بس، ثم تتنكر لمن خارج أسرتك،
هذا لا يكمل إنسانيتك، يجعلك إنسان مكروه، لست نافعا للناس اللي بعيدين عنك، فتقل إنسانيتك. كلما اتسعت دائرة المحبة والحب والرحمة كلما كنت إنسان أكثر. وعشان كده الإنسان الحقيقي هو رسول الله، الرحمة للعالم، شمل جميع العوالم صلى الله عليه وسلم. رابعا، الأوطان حدود جغرافية صنعها الاستعمار فلا نحبها ولا نتعامل معها. دي حجة من حجات البطل، يقول لك الوطن ده من الحدود دي اللي عملها الاستعمار. ايه؟ الأوطان ليست حدودا جغرافية صنعها الاستعمار، بل الأوطان بقاع عريقة قبل الاستعمار بألوف السنين. واستقرار الوضع الحالي على تلك الحدود يوجب علينا حفظها والدفاع عنها. ورفع تلك الحدود لا يكون بالتلاعب بل بالاتفاقات العليا التي يتم إبرامها وفق آليات محترمة، كما صنع الاتحاد الأوروبي مثلا. وما لم يتم ذلك فلا بد من احترام الوضع القائم والحفاظ عليه وعدم تضييعه ولا انتقاصه ولا التفريط فيه. ما أصلهم يقول لك الحدود دي اللي عملها الاستعمار، وبالتالي والله هيدونا يمكنونا كفار، يمكنونا من حكم مصر وياخدوا جزء منها ما يجروش حاجة. طب ما هياخدوا جزء، يعني انت دلوقتي عايز تفرط في نعمة انت بتدعي انك انت عايز تنشر الاسلام في كل بقاع الارض، تقوم مقابل ان يدوك الحكم تقوم تفرط في بقاع كثيرة موجودة بحجة ان اللي عمل الاستعمار. طب حافظ على النعمة الموجودة الاول ثم اطلب المفقود. لا، انا عايز يفرط عن يفرط في الموجود ثم بعد ذلك يطلب المفقود. يفرط في الموجود ويطلب المفقود، شوف التناقض. انا دلوقتي حافظ على الموجود وبعدين اوسعه، مش هفرط في الموجود وبعدين اطلب المفقود. يعني عقليات غريبه. خامسا، الاوطان هي المساكن التي ترضونها والتي ذمها الله. الاوطان اللي ذمها الله هو الوطن الذي يلهيك عن عباده ربك. التجاره التي تلهيك عن عباده ربك هو ده اللي مذموم. يبقى مذموم لعلة اللهو عن ايه؟ عن عبادة ربك. اما لو كان معينا لك على عبادة ربك يبقى محمود تحافظ عليه، لان دي وسيلة لان اعبد الله. انا الوقت لما بتاجر وبكسب بقدر ان انا ازكي وان انا اصون وجهي فلا اطلب من الناس واستغني عن الناس، فده يعني ان انا اكون عندي عزة بيني وبين نفسي، لا ازل نفسي للناس. يبقى تجارتي دي بتعني ان انا اكون عبد محترم مع الله، يبقى التجارة دي احافظ عليها. لكن لو التجارة دي بتخليني بسعى وراء الربح من اي وسيلة ولا اشبع واغش الناس ولا اصدق في القول واخالف امر ديني من اجل التجارة، يبقى دي اللي مسمومة. فهم؟ فليس كل تجارة مسمومة، وليس كل وطن مسموم، وليس كل فعل مسموم، الا ان كان يحول بينك وبين دينك وانك تفرد في دينك من أجل الحصول على هذا الشيء. هو ده بس الله. الآية المشار إليها من سورة التوبة نصها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قامت تلك التيارات بصناعة فهم مغلوط يتصورون فيها أن الأوطان هي تلك المساكن التي ترضونها، وإذا صارت أحب إلينا من الله ورسوله والجهاد في سبيله فهذا فسق. وهذا المفهوم حافل بالأغلاط والأخطاء، ويشتمل على منهج سقيم في فهم القرآن يؤدي إلى أن ننسب إلى القرآن عكس ما يريد. وهذه هي المنهجية الإجمالية المغلوطة في فكر تلك التيارات، وهي الدخول إلى فهم القرآن بدون أدوات الفهم الصحيح. وأدوات الفهم الصحيح هي العلوم التي يعلمها الأزهر لأبنائه على مدى سنين من عمر طالب العلم، وهي علوم البلاغة وعلم النحو وعلم أصول الفقه وعلم التفسير، لأن القرآن عربي مبين ولا يمكن فهمه إلا بتلك الأدوات العلمية. ومن أراد أن يفهمه بدونها فإنه يتسلط على القرآن بفهمه المسبق وينسب أفكاره الخاصة للقرآن، مما يؤدي به إلى تقويل القرآن ما لم يقله، وهذا منهج في غاية الخطورة. وننتقل إلى نموذج عملي في فهم هذه الآية. الآية تتحدث عن شخص جعل بعض الأمور الشخصية والأهواء الضيقة مقدمة عنده في سلم الأولويات على القضايا الكبرى. فمن جعل تعلقه بأبيه أو ابنه أو ماله أو مسكنه عائقا وحائلا يعوق عن المسارعة إلى القضايا الكبرى فهذا هو المخالف لشرع الله، لأن المصلحة العامة مقدمة عن المصلحة الخاصة.
كل المذكور في الآية دي مصالح خاصة، وحب الله ورسوله وجهاد في سبيله دي مصلحة عامة. فمن قدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وقع في مخالفة الشرع. فهمت بقى ازاي؟ ادي كل حاجة. عشان كده القواعد العامة في قواعد الفقه ايه؟ أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. مش كده برضه؟ وتتحقق تلك الصورة المذمومة عند شخص تعلق ببيته ومسكنه بحيث صار بيته أو قصره أو حدائقه أو شركاته أو أمواله أحب إليه من الله ورسوله، يعني من طاعة الله ورسوله. فحيث إذا قلنا له إن وطنك في خطر، وإذا كان الوطن في خطر فقد أوجب الله عليك الجهاد في سبيله بالدفاع عن وطنك، فاترك الآن منازلك وأموالك وتعالى للدفاع عن وطنك، فإنه يتقابل لأن مسكنه الشخصي أحب إليه من قضايا الدفاع عن الأوطان التي سماها الله تعالى جهادا في سبيله. فالله يقول لنا في الآية: الشرع الشريف يأمركم بترتيب سلم الأولويات بحيث لا تتقدم الأمور الشخصية على الأمور المجتمعية العامة، وإياكم أن يغرق الواحد منكم في الأنانية والمنافع الشخصية وينسى الأمور الكبرى التي تهدد عموم الأمة. فأين هذا المفهوم القرآني الشريف من شخص يتلاعب بفهم القرآن ويريد أن يقلب المفاهيم ليتصور أن الله تعالى جعل حب المساكن التي هي الأوطان في نظره في كفة، وجعل حب الله والجهاد في سبيله في كفة، بينما الفهم الصحيح الآية يجعل حب الله وحب الوطن في كفة، والأنانية الشخصية والحرص البالغ على المنفعة الشخصية في كفة أخرى. وأما بقية الأمور التي صنعت الصورة المشوهة للوطن عندهم فالرد عليه مذكور ضمنا خلال ما يأتي من صفحات. ثم يتكلم بعد ذلك على الصورة الصحيحة للوطن في الفكر الإسلامي وعقلية الأزهر. إن شاء الله نقرأها الجمعة القادمة بإذن الله رب العالمين.